صباح الخير من الدوحة، واليوم في بحثنا عن موقع لمشروع جديد مع أخ يوسف. وطبعاً أنا القهوة لازم بداية عن هالساعة واحدة الحين واحدة وشيء القهوة رح نبلش فيها ونكمل الجولة التفقدية لمشروع اللؤلؤ. خوش قهوة اسمها فلات وايت. الحين قاعد بس أنطر دوري وقاعدين نشوف وين توصلت القهوة هني. قبل أي مشروع كان بيت فندق أو حتى قهوة أو مطعم لازم واحد يعرف السوق ويشوف الأفكار الموجودة. أنا أكره أي شغلات التقليد، ما راح نقلد، بس لاحظوا كل الناس سوت الشغلات الاندستريال، يعني إكسبوز سيلينج، تكييف مكشوف، إضاءة، نفس الشيء. حلوة القهوة، بسيطة، لكن في تكرار لموضوع الإكسبوز اللي موجود حالياً، نبي نحاول نسوي شيء إحنا أحسن. طبعا انا مشروع اللؤلؤه لا يخفي عليكم شيء انه من اكبر المشاريع في الدوحه، بس لاحظوا اللي شدني البنكه هذه. هذا واحد من الاوبشنز اللي ممكن نشتغل عليه. لاحظوا الاسقف العاليه، الطله الحلوه، المكان حتى مساحتك. عندي مشكله بالمكان انها بالدور الاول او الثاني، وانا ما احب اذا يكون شيء تجاري في الدور الاول والثاني. لاحظوا شغله عجبتني هني وانا في بيت الدري، لاحظوا الجي ار سي هذه الباترنز بالكونكريت مسوينها. شوف الاضاءه شلون صايره. اوبشن الثاني انا عندي احسن، اللي هو الاحمر هذا اللي مغطينه. طبعا هذا موقع الحين هناك مدخل السيارات، وهذا شيء مهم. هناك موقف سيارات وهذا المحل، فمعناته موقعه استراتيجي للزباين حتى ايام الصيف وايام الحر في خدمه. ممر بعد بالخلف صاير، وهذا هني المجمع نفس الشيء. انا ذابحني هالبنكات هذه. الموقع الثالث في نفس المشكله، يقولون فوق في الدور الاول او الثاني. هذا مشروع اسمه قناة كارتيه، يلاحظ المطاعم اللي موجودة في منطقة وايد حلوة. مكان حلو لكن مستحيل ناخذ المحل هذا ونسوي فيه مشروع، لأنه أولا صغير، ثانيا والمشكلة الكبرى أنه فوق صاير. طبعا الشباب يحاولون يقنعونا، لاحظوا هذا شكله الدور الأول لكن فعليا احنا مرتفعين دورين عن تحت. انا شخصيا احب المنطقه تكون تحت على اساس فيها مرور وناس. المنطقه اللي فوق هذه اكيد راح تكون ميته او صعب التسويق فيها. الزين فيه ان مساحته مناسبه لمساحه المحلات، كانت وايد كبيره، هذا يعني كمساحه مقبوله نوعا ما. مكاننا هذا في مشروع اسمه قناه في قطر. لاحظوا شو حلوه صاير، كلها قنوات وصار كانه فينس. طبعا لازم ربعنا ما شاء الله كواحد منهم بريكفست كلوب محتلين واجهات المطاعم. هو عيب المكان انه في الدور الثاني، لكن وجود الفاليه هني قد يخدمه انه يكون موقع مميز. حتى المنظر من فوق حلو. وشيء ثاني، الحين مثلا الساعه 2 الظهر ما في مضرب شمس، فبالصيف ما في حراره حتى لو يصير قاعده خارج. يعني لاحظوا الحين الحزه ماكو شمس، لو مضرب شمس قد يكون صعب ان الواحد يقعد فيه صيفا وشتاء. ما احب اسوي شيء غير مكانه، نقلد فينس ومكانات فينس ومبانيها وعمارتها، واحنا عندنا تراث وعماره عريقه. بعد هالجوله مو باكر اللي بعده تابعوني، راح يصير تغطية خاصة لمشروع جدا مميز مستوحى من العمارة القطرية التقليدية. في كل الأحوال في الأجواء هذه بالبرد المشروع حلو، صوت الطيور، الماي، الغيم، الصيف. بس أنا دائما أحاتي مشاريعنا بالصيف وبالجو وبالغبار لما يجينا، شلون راح تكون حالة المشاريع هذه بعد سنوات.
طبعا احنا الحين في قاعده التسويق الخاصه في UDC للمشروع الكامل، كنا احنا في كل هالمواقع هذه.